المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في هذا الوقت بالدعاء، فما يفعله البعض من المحاضرات والندوات وإلقاء الكلمات يوم عرفة لا نقول أنه حرام، نقول هذا خلاف السنة. قال لي شخص نريدك أن تأتينا يوم عرفة، قلت يوم عرفة لا تأتيني ولا آتيك، يوم عرفة كل مشغول بحاله، هذا يوم المسألة، مسألة الله عز وجل، ما هو يوم نزور بعض أو نأتي لبعض. صحيح أن المراد تذكير الناس، لكن خطبة الإمام، خطبة الإمام فيها الخير والبركة، ولذلك شرع أن يخطب الإمام أن تكون خطبته جامعة. فليست العبرة أن نأتي بمن يحاضر بمن نقول للناس اشهدوا الصلاة مع الإمام واشهدوا جماعة المسلمين، وقبل الصلاة نرغبهم في السنة أن يستمعوا هذه الخطب الخطبة أن يعوها. يقول بعضهم مكررة، نقول الدين ما قام إلا على التكرار، أنت في كل يوم تكرر في الصلاة الواحدة الفاتحة 4 مرات إذا كانت رباعية، وهذا التكرار له حكمة في الشرع، أنه يجعل الدين عندك يجري في دمك وعرقك وتحفظه فلا تنساه أبدا. الذي يأتي ويقول لنا خطب مكررة فيه هذا مسكين هذا. والموفق السعيد لو خطبت الجمعة وكررت الخطبة ما يمل من سماعها. هل تمل من سماع القرآن؟ كم مرة يتلى عليك وأنت خذ سورة من القرآن مؤثرة واستمع إليها، والله الذي لا إله غيره لو كررت عليك 1000 المرات ما مللت من سماعها، وكل ما أحضرت قلبك لها وجدت أنك تستفيد أكثر. ليست القضية بأن الكلام، بل أذكر علماء أجلاء كانوا يخطبون يوم الجمعة كثير من خطبهم مكررة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظت سورة قاف إلا من فمه يوم الجمعة، ولذلك البعض يقول يتكلم على بعض أهل العلم والمشائخ والأئمة في تكرارهم بعض الخطب، هذا ليس بصحيح ولا بسديد، ما دام أنه يقول ما قال الله وقاله رسوله فحي هلا به، وأشتكي إلى الله ضعف إيماني أني لم أعي الكلام كاملا. من هذا الذي يسمع الخطبة فيعي جميع ما فيها؟ الجواب ما في أحد إلا من وفقه الله. فما في مانع أن دائما إياك أن تنظر إلى أنه كلام مكرر. والله إني أعرف البعض ممن يوفق أنه يحضر الخطبة في عرفات السنة بعد السنة، وكل ما سمع خطبتها في سنة تجدد في نفسه ما لم يكن في غيرها. سيعطيك الله إذا جئت وتقول هذا كلام مكرر فتعرض، فقدت الخير. ولا تتكلم في أحد من أهل العلم، ولا تتكلم في أحد يذكرك بالله إلا بخير، ولا تنظر إليه باحتقار. فمسألة أن نريد أن يأتي من يحاضر ويذكر، نقول هذه خطبة الخطبة المشروع، اسمعها وتأملها وحاسب نفسك على ما فيها. حينما يقال اتقوا الله، هذه الكلمة ماذا فيها؟ شرائع الإسلام بأوامره ونواهيه كلها، وفيها الفضائل والرغائب. فالمقصود أن المسلم يوم عرفة للذكر للخطبة يفرغ نفسه إذا خطب الإمام، ويحضر بحضور بخشوع ويستمع كل كلمة، خاصة إذا قيل له قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحضر قلبه ويعتبر. إن استطعت يوم عرفة أن تري الله من نفسك خيرا، فإن دخلت المسجد أو حضرت الخطبة لسان حالك أن تسأل الله أن لا تكون أشقى الناس في هذه الخطبة، ولسان حالك أنك مجتهد أن تخرج من هذه الخطبة وأنت بأعلى منزلة من الناس كلهم. ولن يكون هذا إلا إذا خشع قلبك ووعيت الكلام الذي يقال لك وذرفت من خشية الله عيناك. فالذكر لا تمله، هذا يوم عرفة، يوم عرفة نحضر الخطبة ونستمع ونتأثر، ثم بعد التأثر هذا يكون الدعاء، فنأخذ بالوارد. أما الزيارات وإلقاء الندوات وشغل الناس عن الدعاء، لأنه إذا جاء وألقى كلمة سيشغل الناس عن الدعاء وسيشغلهم عن السنة. إذا قال البعض نريد أن نرغب الناس كيف يدعون، نقول رغبهم قبل الوقوف بعرفة،
يأتي شخص ليلة العرفة المخيم ويلقي كلمة، وليس هذا أننا نحرم قال كلمة، ولكن توسع الناس والأمالة تحتم أن ننبه. ومن هنا يحرص الإنسان بعد صلاة الإمام على أنه يتفرغ للدعاء.